رجل الصلاة. يعني حكاية القداس اليومي والصلوات المستمرة دي طبعا حببت الناس فيه. تعرف حضرتك أنه كان أب اعتراف لمجموعة كبيرة جدا من الخدام والرواد اللي فيما بعد اترسم منهم أساقفة واترسم منهم كهنة. أي. فمجموعة كبيرة تلمزت ليه. حتى الآباء يعني اللي يعني زي قداسة البابا شنودة زي أبونا صليب سوريال زي وكل دول كان أبونا مينا المتوحد ده كان أبوهم. فهم اتعلموا منه يعني استلمزوا على دي. الحاجة التانية الخدمة بس. يعني الخدمة فقط. مش عايز يعني ما فيش حد عايز يطلب حاجة زي ما يعني اتقال دلوقتي ان هو فعلا ما كانش عايز يعني قال كده عن نفسه كنت اود ان اكون مغمورا لكن دي ارادة الله. لتكن ارادة الله. فهو خضع لارادة ربنا وكان بيخدم المسيح فقط مش بيخدم اي حاجة تانية. فالاتضاع بتاعه والوداعة بتاعته وانه كان يعني زي القصة اللي احنا بنسمعها لما يروح الكنيسة ويلاقي المعلم الضرير اللي عمال يقول التسبيحة ويوقف معاه يرابعه هو البطرك ده يقول جملة وده يقول جملة في التسبيحة وبعدين المعلم يكتشف ان الشخص اللي كان بيجيله قبل كده مش هو مش صوته ده ويكتشف انه قدامه البطرك. اي فدي حاجة اتضاع وبساطة. طيب أتسابونا يعني الحياة دلوقتي اختلفت والمشاكل زادت وصراع الحياة وإيقاعها بقى مختلف حتى عن أيام البابا كرولوس. لو قلت لقدسك رسالة لكل كاهن لكل مسؤول لكل خادم بيبتدي طريق خدمته عشان يستفاد من سيرة حياة البابا كرولوس قدسك تقول له إيه الرسالة؟ أقول له وأقول لنفسي إن الخدمة دي خدمة السيد المسيح مش خدمتك انت. ما تحملش الهم. يعني ألقى على الرب همك فهو عولك. لا تهتم بشيء بل في كل شيء بالصلاة والشكر مع في الصلاة ومع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يعني مجرد ان انت بتدي ربنا الخدمة بتاعتك والعمل بتاعك ربنا هيكمله. صحيح. اقول له ما انت مش انت المسؤول. اصل في واحد بياخد الخدمة على عاتقه على أساس أنه هو المسؤول. لا مش أنت المسؤول. المسؤول هو ربنا. الأمانة بتاعتك أنك تسلم تسليم أمين لربنا المشاكل اللي, أنت اللي عندك أو الضيقات اللي عندك. أنا أسمع أقول لك حاجة كويسة. أنا سمعت عن واحد من كانت تلميذ البابا كرولوس وكان شمس معاه وهو أبونا مينا. فلما ترسم بطرك أخونا ده ما كانش بيروح له كتير لكن البابا كرولوس كان بيتصل بيه بين الحين والآخر. أستاذ جرجس يكلمه في التليفون يقول له أنا عايزك تيجي تصلي معايا قداس في كنيسة مريمين الزهراء عندي مشكلة في البطرخانة ومش عارف لازم نصلي قداس. كان قال لي بقى انا رحت للاخ ده الله يرحمه يعني رحت له مخصوص لما سمعت عنه كان حصل معاه معجزه برضو من مريمينا فرحت زرته وبعدين حكى لي الحكايه دي. يقول لك يجي ونصلي القداس ونطلع في المضيافه او في البلكونه بتاعتهم في قدام الكنيسه على ما نشرب القهوه يكون جاله تليفون من البطرخانه بيقول له المشكله اتحلت. الله حصلت دي مرتين او ثلاثه. فالمشاكل كلها بتتحل عند ربنا بتتقدم قدام ربنا.